أطلقت وزارة الصحة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمركز طبي الأسمرات بمحافظة القاهرة، ودعت الصحة أولياء الأمور إلى تطعيم أطفالهم للوقاية من المرض مع التأكيد على مأمونية ومجانية التطعيمات. وأشارت الصحة إلى توفير فرق ثابتة ومتحركة لتطعيم الأطفال على مستوى محافظة الجمهورية لضمان الوصول إلى 100% من المستهدف، حيث تستهدف الحملة 16.5 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، وذلك بمشاركة 45 ألف فريق طبي ضمن أعمال الحملة بالمحافظات.